حياكم الله في حصاد الأيام. 16 تقسيم 2 يساوي 8، معادلة رياضية عقدت الأزمة السياسية في كركوك. فلا الكرد يتنازلون ولا العرب يقبلون ولا التركمان يحيدون. إصرار يتمسك به جميع الأطراف وكل الوسائل لا تكفي لتحقيق الغاية. أما إرادة الناخب فقد ذهبت أدراج الأمزجة. فالأطراف المتضادة لا تجلس على نفس الطاولة لخلافات وأسباب. ومخرجات مبادرة السوداني شهراني من اللاشيء، فهل الاتفاقات الشكلية تفك العقدة أم تشبكها أكثر؟ هذا ما ستفرزه الأيام المقبلة. أهلاً. نفتتح وإياكم مشاهدينا الكرام ملفنا الأول بتقرير الزميل شيبان سامي عن تفاصيل أزمة تشكيل مجلس محافظة كركوك. ما زالت الصراعات معقدة بين الأطراف السياسية في محافظة كركوك، فلا توافقات ولا تحالفات تسهم في تشكيل الحكومة المحلية، رغم تدخل رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر، إلا إن الأمر لم يحسم بعد. تتلخص أزمة مجلس محافظة كركوك المكون من 16 مقعدا يمتلك فيه الكرد 7 مقاعد مع مقعد واحد للمكون المسيحي، ليكون المجموع 8 مقاعد مقابل حصول العرب على 6 مقاعد مع اصطفاف مقعدين من التركمان معهم، ليكون المجموع 8 مقاعد أيضا، حيث يحتاج كل طرف من الطرفين المتضادين لكسب أو سحب مقعد واحد من الطرف الآخر لتشكيل الأغلبية. تلقي عضو مجلس محافظة كركوك بروين فاتح اللوم على العرب والتركمان في التعنت بمنصب المحافظ وتبعد الأكراد عن الصراع، مؤكدة إن الأزمة متعلقة بضرورة تقديم تنازل من الطرفين للمضي قدما بتشكيل الحكومة المحلية. إذن مشاهدينا، حوار ملفنا الأول راح يكون مع الباحث في الشأن السياسي الأستاذ علي نجدية، مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا يا مرحبا. وأيضا القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الأستاذ برهان شيخ رؤوف، مرحبا بك. أستاذ برهان، إذا كنت تسمعني؟ نعم أسمعك. مرحبا بحضرتك في حصاد الأيام أستاذ برهان. مرحبا بكم وتحية لكم وضيفك الكريم لمشاهدينا الكرام. اهلا بحضرتك استاذ علي. ابدا من جنابك، يعني تعرف من انتخابات مجالس المحافظات لحد اللحظه الصراع في كركوك على اختيار المحافظ لا يزال قائم، ما الذي يعقد الاتفاق وحسم موضوع محافظ كركوك حتى اليوم؟ بدايه تحيه لكم ولضيفكم الكريم والساده المشاهدين. طبعا بالتاكيد المحافظات التي لم تحسب لحد الان هي ديالى وكركوك، والسبب في عدم حسم هذه المحافظات لحد الآن هو التقارب في عدد الأصوات بين الكتل المختلفة سياسياً، فبالتالي هذا يعقد الأزمة. نعم. الموضوع يعني خاصة كركوك موضوعها معقد، كون أنه يعني الطرفين تقريباً يمتلكون نفس عدد الأصوات ونفس عدد المقاعد في مجلس المحافظة، بالتالي هذا يعني يؤزم الموضوع. تعرف كركوك لها خصوصية، كركوك عبارة عن خليط كردي عربي تركماني، فدائما ما يكون هناك يعني جدلية حول اختيار المحافظ وحول تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، يعني تقريبا وضعها أشبه بوضع محافظة ديالى، لكن أنا أشوف أنه الوضع في كركوك معقد أكثر من محافظة ديالى. ننتظر التوافقات السياسية وما يعني ستؤول إليه التوافقات، بالتالي أكيد سنخرج من هذا النفق
بتوافق سياسي وبتنازل جميع الأطراف إلى جميع الأطراف. يعني التمسك بالرأي والتمسك بحدية القرار هذا يؤدي إلى يعني الوصول إلى طرق مسدودة. الكثير من الحلول تم طرحها، لكن حتى اللحظة الطرفين لم يروا أن هذه الحلول هي المناسبة. إذا اسمح لي أنتقل أستاذ برهان. أستاذ برهان، الكرد من مع كوتل المسيحيين أصبحوا 8، العرب والتركمان أيضا 8. لمصلحة من ستترجح الكفة في مجلس محافظة كركوك وبالتالي يحسم منصب المحافظ؟ يعني حقيقة وضع في الكركوك وضع معقد وحساس، وكما في العراق ككل، يعني نحن نرى حتى تشكيل حكومات الاتحادية في العراق يتأخر في كركوك نفس الحالة حدثت. والآن هناك يعني إذا ننظر إلى خريطة المقاعد وكما أشرت أنت إليها في بداية الحلقة، يعني الكرد لديهم 7 مقاعد من ضمنهم الاتحاد الوطني الكردستاني حصل على أعلى أصوات وأعلى مقاعد من جميع أكثر من جميع الكتل الموجودة في المجلس المحافظة، هو عنده 5 مقاعد. يعني من حق الاتحاد الوطني الكردستاني وكأول انتخابات في جميع الانتخابات التي أجريت في كركوك منذ 2005 من حقها أن يطالب بالمحافظ، يعني كعرف قانوني وحتى عرف في انتخابات. ولكن مسألة كركوك يعني تعقيدات معروفة حتى، لكن العرب والتركمان يقول لك احنا ككتلة متساوين مع الكرد 8 ب 8. نعم يعني في أي حال نحن الآن في حال حل هذه المعضلة، تشكيل الحكومة وتشكيل مجلس المحافظة وانتخاب المحافظ على خريطة الانتخابات. يعني الكتلة الأولى حتى يعني أكو أنباء يريدون إقصاء الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الأيام الماضية بالتدخلات الخارجية من نوع من المؤامرة والانقلاب على نتائج الانتخابات. يعني أنت تريد واحد حصل على أكبر عدد من الأصوات وأكثر مقاعد من في مجلس محافظة كركوك أن يجعله خارج المعادلة وخارج حتى تشكيلات مجلس محافظة كركوك. يعني هذا في أي ديمقراطية إذا كنا واقعيين، ونحن كاتحاد الوطني الكردي في الزمن رام جلال كان التضحية بمصالحنا من أجل لم الشمل ومشاركة جميع المكونات في إدارة كركوك، والرئيس طالبان المحب هو بنفسه يشرف على تشكيل حكومة محلية في الكركوك ولم يهمش أحد. ونحن الآن في اتحاد الوطني الكردستاني نطالب المحافظة، لكن نريد مشاركة جميع المكونات دون إقصاء أحد، المسيحيين، التركمان، العرب في إدارة كركوك وتشكيل حكومة. أستاذ برهان، هناك بعض الحلول طرحت، منها أنه يكون المنصب 2 للعرب و2 للكرد، ومجلس نائب رئيس مجلس محافظة للأخوة التركمان ورئيس رئيس مجلس محافظة. نعم يعني نحن يعني مع إعطاء النائب المحافظ للعرب للتركمان هذا واقع، ولكن المسألة بسنتين هذا غير واقعي وغير عملي لإدارة محافظة كركوك. ومحافظ خلال سنتين لا يمكن أن يطبق برامجه أن يخدم كركوك، ولكن الواقع الانتخابي في الكركوك يريد محافظ ثابتة. هذه مو نهاية الدنيا، هناك انتخابات قادمة، مراحل قادمة في العملية السياسية. والآن الكرد باعتبار الضحية الأولى خلال عهد البائد من الترحيل والتهجير وابتعاد عن الكركوك وعدم إعطاء حق المواطنة في هذه المدينة ولكتعويز لهذه المظالم الذي وقع بالكرد. الكرد يريد تطمينات كمحافظ الكركوك من أجل أن يستطيع أن يرجع المهجرين والمبعدين والمرحلين إلى مناطق سكنهم. يعني 50% من الذين هجروا من الكركوك ورحلوا وتغيروا قوميتهم لم يرجعوا لحد الآن لكركوك بسبب المخاوف وعدم وجود طمأنينة لدى الحكومة المحلية في كركوك. نحن شاهدنا خلال السنوات الماضية من تهجير الفلاحين واستيلاء على أراضيهم وإبعادهم
من قبل المحافظ بالتالي الطرف الثاني ايضا يطرح نفس المخاوف لابناء قوميته. اذا تسمح لي استاذ برهان اعود لحضرتك. استاذ علي، بعد الحكومات المشكلة سابقا هناك مخاوف انه في بعض الحكومات عندما كانت أغلبية أعضاء مجلس محافظة مثلا للكرد كان القرار المحافظ لا يرجع حتى لأعضاء مجلس محافظة، وعندما أصبح للعرب بعد عام 2017 أيضا كان الأمر كذلك. كيف من الممكن أن تحل الأمور بطريقة تنعكس إيجابا على سكان محافظة كركوك؟ طبعا بالتأكيد محاولة إقصاء أي طرف من الأطراف اللي موجودة من مكونات كركوك هو طبعا خطأ كبير، وبالتالي يعني الأخطاء اللي حدثت في الماضي يعني أعتقد أنه يعني الحكماء في العملية السياسية عازمون على إنهاء هذه الأخطاء وعدم العودة إلى أخطاء الماضي. وخير دليل على ذلك أنه السيد رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني اجتمع بالقوى السياسية الفائزة وحاول أن يخلق إدارة مشتركة من كل القوى السياسية، ولكن تعرف أن هناك طموحات للوصول إلى منصب المحافظ. ويعني مشكلة كركوك معقدة بشكل كبير، يعني هناك من يحاول أن يصبغ كركوك بالصبغة الكردية، وهناك من يحاول تعريب كركوك، وهناك من يحاول أن يثبت وجود التركمان في المحافظة، لكن هذا كله ما يصب في مصلحة المحافظة. نعم. يعني هذه الصراعات يعني الثنائية أو الثلاثية بين مكونات كركوك لا تصب في مصلحة المواطن العراقي اللي موجود في كركوك، لكن الوصول إلى حلول منطقية وإلى حلول يعني تقود المحافظة للإعمار ولتقديم الخدمات بعيدا عن المحاصصاتية الضيقة و العنصريه وال يعني المحاوله الى الانجرار الى الهويات يعني الثنائيه. فبالتالي يعني كان للسيد رئيس الوزراء دور في احتواء هذه الازمه، لكن بالتالي الازمه لحد الان لم تحل، وبالتالي هذا يعني يشكل عبء على المواطن اللي موجود. هناك توقعات بأن الأزمة ستحل بعد عودة رئيس مجلس الوزراء من زيارته إلى واشنطن، برأيك أي الحلول أقرب وهو الأنفع إلى سكان محافظة كركوك؟ يعني هو كما سمعت من زميلي يعني لا يقتنعون بموضوع المناصفة المنصب المحافظ يعني سنتين بسنتين، بالتالي هذه يعني مشكلة. يعني هو موضوع منصب المحافظ هو الذي يشكل الصعوبة. نعم. في تشكيل حكومة كركوك المحلية، لكن برأيي يعني هذه الأزمة ستنفرج، يعني لازم تنفرج بالتالي بوجود الحكماء من القادة السياسيين اللي موجودين سواء في الإقليم أو في بغداد، وبالتالي يعني ممكن الوصول إلى حل، لكن هذا الحل يحتاج مثل ما قلت قبل قليل إلى تنازلات. نعم. من جميع الأطراف للوصول إلى حل يرضي الجميع وبالتالي يصب في مصلحة المواطن الكركوكي. جيد. أستاذ برهان، ما هو السبب الأساسي برفض الجانب الكردي لهذه الاتفاق الأقرب الذي طرح وهو سنتين بسنتين؟ يعني حسب الواقع الانتخابي للكركوك، يعني ترى ان رغم ان لم يرجع الكثير من المرحلين الى الكركوك، لكن لحد الان الاكثريه للمكون الكردي في كركوك، يعني حسب جميع الاحصاءات الموجوده لحد منذ 57، يعني يرى الكرد من الضروري ان يكون محافظ من الكرد، وبسبب المظالم التي وقعت بحق الكرد خلال 50 سنه الماضيه في كركوك وتوابعها، الكرد يريد ان يكون محافظا للكركوك وبشراكه الجميع، ليس الكرد يستولي على جميع المناصب، لا، من بين رئيس المجلس، نائب المحافظ، مدير الشرطه، ان يوزع هذه على المكونات الاخرى ويشارك الكل في اداره كركوك، ولكن محافظ للكرد ومن ضمنها الاتحاد الوطني الفلسطيني كاول الانتخابات، وارفع الاصوات واعلى المقاعد الذي حصل عليها في الانتخابات الاخيره وقبلها في انتخابات مجالس المحافظات، في انتخابات حتى مجلس النواب في دورات
سابقة، يعني هذا واقع موجود في الكركوك، وليس بإمكان واحد أن يفرض إرادته ويقف بوجه النتائج الانتخابات والواقع الحالي في كركوك. نعم جيد. اتفاق الاتحاد الوطني الكردستاني مع الديمقراطي الكردستاني، هل من الممكن أن يغير شيء من معادلة كركوك؟ يعني نحن اتفقنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن يكون المحافظ القادم محافظا كرديا، ومن المكون الكردي. هذا الاتفاق موجود بيننا بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. جيد. كيف انعكست أزمة مجلس محافظة كركوك على شارع الكركوك لليوم بشكل عام؟ يعني يجب على كما أشرت لضيفك الكريم، وأنت يجب أن يتدخل السيد رئيس الوزراء بنفسه ويشرف كما كان في السابق الرئيس الراحل مام جلال، هو يشرف بنفسه على الوضع في كركوك في تشكيل حكومات المحلية. يجب أن يتدخل رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني مباشرة وبنفسه إلى الكركوك. الدخل السيد رئيس الوزراء وشكل ائتلاف إدارة كركوك، لكن شو نشوفون نتائج هذا الائتلاف؟ يعني أكو تدخلات في كركوك هناك، يعني كركوك ليس أزمة داخلية وإنما أزمة إقليمية وعالمية. يعني نحن سمعنا خلال الفترات السابقة تصريح لوزير الخارجية بلد جاء يريد أن يكون المحافظ كركوك بشكل دوري، يعني هذا تدخل في شأن العراقي. يجب أن يحسم هذا في العراق وفي بغداد، وأن يمنع تدخل أي دولة. هذه الدولة يسمح للعراق أن يتدخل في 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 تعيين محافظين في ولاياته، الأمر مرفوض. يعني يجب على العراق أن يرفض أي تدخلات في الشأن الداخلي العراقي، وخصوصا في محافظة كركوك، محافظة كعراق مصغر وفيها جميع المكونات، وهناك نتائج للانتخابات والواقع والتاريخ كله يثبت حجم يدرس بالعناية. نعم. وبالإنصاف الواقع الحالي الموجود في الكركوك، ويقرر على هذا الإنصاف حسب التاريخ، جغرافيا، مظالم، كثير من الأمور والمقياسات بإمكان السيد رئيس الوزراء اتباعها واستناد عليها في حسم هذه المشكلة. جيد. أستاذ علي، نظرا للتطورات والأحداث السياسية بالعراق، خليني أقرأ لك هذا النص الجزء الأخير. ولما تقدم أعلن انسحابي من الترشح أو الترشيح لرئاسة مجلس النواب العراقي، وكذلك أعلن عن استقلاليتي من جميع الكتل والأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان، وأعمل كنائبا مستقلا لما تبقى من عمر مجلس النواب العراقي في هذه الدورة، وكما أدعو كافة القوى السياسية وزملائي أعضاء مجلس النواب إلى تحديد جلسة عاجلة لانتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، متمنيا لبقية المرشحين الموافقية والنجاح. شنو بيان؟ اسمح لي، السيد البيان واضح مفاجئ. لا مو مفاجئ، لا اليوم بس نزل قبل أن ندخل الاستوديو احنا بالباب، اي بس للمراقبين مو مفاجئ. طقيته هو طق نفسه. شنو الموضوع؟ شنو السيناريو؟ لا هو نشوف بعد الاعتراضات وبعد الجدلية التي حصلت على الشيخ شعلان الكريم بعد الجولة الثانية من انتخاب رئيس البرلمان البديل، يعني في الجولة الأولى تعرف أنه الشيخ شعلان جاب 152 صوت، لكن في الجولة الثانية صارت أكو جدلية وصار أكو تدخلات وصوت عالي وتشنجات داخل قبة البرلمان بعد موضوع طرح موضوعة هيئة الرئاسة. موضوعة الانسحاب في هذا التوقيت، يعني بصراحة لا أعلم يعني الشيخ شعلان يريد أن يعاقب من، بالتالي الاعتراض جرى على الشيخ شعلان من قبل أطراف موجودة في يعني كمستقلين أو حتى في الإطار التنسيقي، لكن موضوعة الانسحاب بهذا التوقيت والدعوة، أنا أشوف الانسحاب أمر طبيعي أنه أكو حراك سياسي دائما وأكو نواب ينسحبون من هذه الكتلة أو تلك، لكن موضوع الدعوة ما تعرفون مرشحكم لرئاسة مجلس النواب ليش انسحب؟ الأخ زعلان، الشيخ زعلان، لهجة الزعل واضحة في بيانه، لازم أكو أسباب. موضوعة أنه هسه هو زعلان، السياسة ما بيها شيء اسمه زعل، السياسة هي فن الممكن، بالتالي اليوم إذا ما مر الشيخ شعلان مو معناته هذه نهاية الحياة السياسية ولا هي نهاية المسير،
لكن يفترض برأيي أنه كان يفترض أن يتعامل الشيخ شعلان ببراغماتية عالية ويغلب المصلحة العامة. وموضوعة شوف أنا النقطة الأهم اللي أثارتني في البيان أنه موضوعة الإسراع بعقد جلسة برلمان، يعني أنت اليوم أحد المرشحين الأقوى في داخل قبة البرلمان، وموضوعة انسحابك وأنه أنت تدعو إلى أن يتم الاستعجال في عقد جلسة الانتخاب، أنت بهذه الحالة ترجح الكفة الأخرى، هذا بالتالي يعتبر ضربة للكتلة السياسية اللي كنت أنت في يوم من الأيام تقودها في داخل البرلمان. هو تعرف أنه هو رئيس كتلة التقدم النيابية، فبالتالي بصراحة الموضوع يثير الكثير من علامات الاستفهام. هسه موضوعة الانسحاب ويجوز أنت مثل ما قلت زعلان، هاي ممكن أنه يعني واحد يبوبها في تبويبات، لكن موضوعة أنه الاستعجال في انتخاب رئيس البرلمان على الوضع الحالي، ويعرف أنه هناك تحرك باتجاه تعديل المادة 12 من النظام الداخلي وإضافة الفقرة رابعا في حال لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة يتم فتح باب الاستبدال بمرشح آخر. تقدم جهزة البديل مشت باتفاقات مع بقية الشركاء، حتى اليوم نسمع بيان بهذه اللهجة. يعني أنا أشوف أنه تقدم ذهبت باتجاه أنه عدم كسر إرادة الشركاء السياسيين. اليوم صار أكو جدلية حول الشيخ شعلان وحول ترشيحه بسبب فيديوهات سابقة فيما يخص موضوع تمجيد النظام السابق، وطبعا هو تم تبرئته من عندها بسنة 2014 وهو هذا اللي ذاكره في البيان. لكن بالتالي أكو صار اعتراض على ترشيح الشيخ شعلان، وبالتالي كتلة التقدم احترمت الشركاء وبالتالي قالت احنا عندنا الاستعداد انه نستبدل، لكن القانون لا يسمح بالاستبدال. خلي نرجع نعدل النظام الداخلي ونضيف فقرة تعديل موضوعة إعادة الترشيح، وبالتالي احنا جاهزين انه نرشح بديل ما عليه جدلية. يمكن هي هاي اللي بصراحة زعلت الشيخ شعلان، لكن بالتالي اكو مصلحة عامة. يعني اليوم مو معناته أنا إذا ما صرت بالمنصب معناته أنا لازم أزعل على كتلتي وأنسحب وأخلي كتلتي في حرج، لا، المفروض يغلب المصلحة العامة. بالتالي اليوم أنت ما زعلان على يعني كتلة سياسية، أنت زعلان يفترض أن يفكر أنه هذه الكتلة من خلفها جماهير، وبالتالي هذا استحقاق دستوري لتمثيل هذه الجماهير في رئاسة البرلمان. فبصراحة أعتقد أنه القرار غير صائب، وخاصة في هذا التوقيت، وخاصة الشطر الأخير من البيان في موضوعة الاستعجال، وهذا بصراحة تثير الشكوك وتثير كثير من علامات استفهام. أرجع لك أستاذ برهان، أنتم كاتحاد وطني كردستاني شلون أيضا تنظرون لأزمة مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب، وأيضا ما يعني ظهر اليوم في مواقع التواصل وأعلنه الشيخ الشعلان في بيانه الأخير؟ صحيح، يعني قدم انسحابه من الترشح لرئاسة مجلس النواب حتى من حزب التقدم، يعني هذا هو حر في قراره، ولكن نحن في اتحاد الوطني الكردستاني نرى من الضروري انتخاب الرئيس لمجلس النواب وإعطاء الحرية للمكون السني لتحديد مرشح للتوافق بين الأحزاب والقوائم السنية لترشيح مرشح لرئاسة البرلمان بالتوافق مع الكتل الأخرى الشيعية والكردية. ونحن في العراق العملية السياسية قائمة على أساس التوافق، يجب أن يتفق الكل على انتخاب رئيس جديد لبرلمان، وهذا أمر ضروري لأن العراق بحاجة إلى مجلس نواب قوي قادر على تشريع القرارات والقوانين مهمة، خاصة قوانين ما يتعلق بالنفط والغاز والكثير من القوانين الموجوده في الدستور في الدستور العراقي، ولم يشرع القانون لحد الان سواء كان مجلس الاتحاد ومن قوانين اخرى متعلقه بالمحكمه الاتحاديه، كل هذه القرارات تحتاج الى رئيس برلمان قوي وقادر على اداره المجلس النواب في المرحله المقبله. ونحن مع الاسراع في انتخاب استاذ برهان، يعني انتم كطرف خارج هذا الصراع الى ماذا تعزون سبب تأخر اختيار رئيس لمجلس النواب العراقي حتى اللحظة؟
ارجع الى الخلافات بين الملكين، يعني المسؤولون السنة لديهم خلافات داخلية لم يتمكنوا من تحديد مرشح او اتفاق على مرشح الواحد هو السبب الرئيسي. فقدنا الاتصال اتوقع بالاستاذ برهان. استاذ علي، عود لي حضرتك، اذا ما تم تعديل الفقره 12 داخل مجلس النواب باعاده الترشيح من جديد، كيف راح تصير الامور؟ هل راح تتقبلون انه تبتعدون عن الترشيح شخصيا من داخل تقدم؟ طبعا موضوع التعديل الطلب تم تقديمه من قبل النائب محمد راضي الزيادي المنتمي الى دوله القانون، وحصل على 74 توقيع. يفترض هو انت حتى بالقانون حتى تعدل فقره بالنظام الداخلي تحتاج الى 50 توقيع من النواب، مجلس النواب العراقي. فبالتالي مبدئيا جمعوا 74 توقيع. وموضوعه انه يتقدم الطلب من شخص من خارج تقدم، هذا دليل على انه الكتل السياسيه متوافقة وراغبة في الخروج من هذه الأزمة. لكن موضوعة انسحاب الشيخ شعلان يمكن شوية يعني راح يأزم الموضوع، ويمكن يكون هو انفراج أكثر مما هو يعني تأزيم. بالتالي الشيخ شعلان بكل الأحوال لن يمر، يعني أكو إجماع سياسي وأكو فيتو واعتراض على عدم تسمية الشيخ شعلان الكريم لرئاسة البرلمان، خاصة بعد الجولة الثانية وما صاحبها من يعني من أشياء وجدلية داخل قبة البرلمان، بالتالي أدت إلى رفع الجلسة. هذه سياسة وقرارات سياسية وماكو شيء بالسياسة مضمون، أي قرار ممكن يتغير بثواني، و74 نائب موقعين غير مصوتين، هذا موضوع غير مضمون. أريد جواب، ما موقف تقدم في حال لم يتم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب؟ أنا ما أقدر أجاوبك نيابة عن تقدم، لكن أنا أقدر أجاوبك عن لسان السيد محمد الحلبوسي لما طلع في لقاء تلفزيوني، قال أنه في حال ما مضى مرشحنا وما تم تعديل المادة 12، أو بما معناه أنه تم كسر إرادة تقدم أو تهميشها، وبالتالي تم تمرير رئيس للبرلمان يعني رغما عن تقدم، فبالتالي تقدم سينسحب من العملية السياسية ويعود في الانتخابات القادمة. تعرف أنت ما بقى على عمر البرلمان والحكومة يعني حوالي سنة واحدة، لكن لا أعتقد أن الكتل السياسية راغبة في كسر إرادات الشركاء، خاصة مع قرب الانتخابات النيابية القادمة ومع شكل الأحزاب التي ستدخل مجددا للعملية السياسية، خاصة أنه التيار الصدري أعتقد عازم على الخوض في الانتخابات القادمة وتشكيل التيار الوطني الشيعي الذي أطلقه السيد مقتدى الصدر. كيف أثر انبثاقات أحزاب جديدة، تشتت المكون السني، خاصة بعد خروج السيد محمد الحلبوسي من رئاسة المجلس؟ رأينا المواقف الجديدة تظهر على الساحة والكل يسحب بجهة. شوف، تقدم لحد قبل انسحاب الشيخ شعلان الكريم كان يمتلك 44 نائب، يعني يمكن مع انسحاب الشيخ شعلان الكريم أصبحوا 43 نائب، بالتالي يبقون هم لحد الآن محافظين على الأغلبية داخل البيت السني، لحد الآن هم يمتلكون الأغلبية. وثق لو كان يعلم الشركاء أنهم يمتلكون، يعني الشركاء من داخل البيت السني، لو كانوا يمتلكون الأغلبية لسعوا جاهدين إلى عقد جلسة سريعة، وبالتالي الشركاء من يعني خارج البيت السني في البيت الشيعي أو البيت الكردي يدعمون الأغلبية، لا يدعمون كتلة بحد ذاتها، لكن يدعمون الأغلبية في داخل البيوتات. والكل يعلم أن الأغلبية لحد الآن تمتلكها تقدم، مع انسحاب الشيخ شعلان الكريم أيضا الأغلبية ما زالت لدى تقدم. أريد أختم عندي دقيقة واحدة، مرشح تحكون بهدوء وأريحية، مرشح يمكن محاضرين إذا ما تعلنون عنه يجوز الشيخ الزعلان يعلن عنه، أكو مرشح قريب متفق عليه لديه مقبولية راح يطرح اسمه بالأيام المقبلة؟ لا، للأمانة أكو أكثر من مرشح، يعني بالتالي تقدم أبدأ يعني مرونة عالية مع الشركاء السياسيين، خاصة مع الإطار التنسيقي،
وعرض جميع الأعضاء اللي موجودين في تقدم، وقالوا احنا ما عندنا مشكلة إذا تختارون أي عضو موجود في تقدم لرئاسة المجلس، فبالتالي أبدأ مرونة عالية ولم يتمسك بمرشح بعينه، وخير دليل موضوعة الشيخ شعلان الكريم، بالتالي يمكن زعل على تقدم وأدى هذا الزعل إلى انسحابه. الباحث في الشأن السياسي أو القيادي في حزب تقدم؟ لا ما قيادي أنا. أستاذ علي نجدية، شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا جزيلا لحضرتك، وأيضا شكرا للقيادي في الاتحاد الوطني لكردستان الأستاذ برهان الشيخ رؤوف. إذن مشاهدينا، نفتتح وإياكم ملفنا الثاني بتصريح خاص لوزير الصحة لقناة الأيام وبعض القائمين على الحملة الوطنية للقاح الحصبة في مدارس بغداد والمحافظات. بناء على زيادة إصابات الحصبة في المدارس الابتدائية، قررت وزارة الصحة القيام بحملة وطنية شاملة لغرض تلقيح كافة أبنائنا من تلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال. والآن احنا في زيارة لأحد المدارس لمتابعة هذه الحملة. الحملة تسير بشكل صحيح وفق الأهداف المخططة لها. اللقاح يشمل الوقاية من ثلاثة أمراض، هو الحصبة والحصبة الألمانية وكذلك النكاف. أدعو السيدات والسادة أولياء الأمور بالإسراع بإرسال موافقاتهم الخطية لإدارات المدارس لما لهذا اللقاح من أهمية بوقاية أبنائهم من هذه الأمراض المعدية الثلاثة. هاي الحملة باشرنا بيها بتاريخ 14/4، 10 أيام فعلية، وهاي العشر أيام كلها الفرق الصحية متواجدة بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال. قمنا بحملة لقاح ضد مرض الحصبة في مدرسة الحمزة الابتدائية لهذا اليوم، منعا لانتشار المرض وسلامة وحفاظا على أبنائنا التلاميذ. وتمت العملية بكل نجاح، ونتمنى أنه العراق خالي من أي مرض إن شاء الله. إذن الآن ننتقل وإياكم لإنفوغراف عن تفاصيل حملة وزارة الصحة للتلقيح ضد الحصبة، نتابع. إذن مشاهدينا، محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع مدير البرنامج الوطني للتحصين في وزارة الصحة الدكتور فراس الموسوي. مرحبا بحضرتك. مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك دكتور. حملة اللقاح ضد الحصبة ماذا استهدفت؟ ما هي الفئات، الأعداد، تفاصيل هذه الحملة؟ تفضل. شكرا جزيلا جنابك. الحملة طبعا أطلقت من وزارة الصحة العراقية تستهدف طلبة الصف الأول، طلبة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بحدود 7 مليون، أكثر من 7 مليون تلميذ يجب أن يعني نستهدفهم خلال هذه. إذن يعني من عمر 4 سنوات فما فوق؟ نعم، اللي متواجدين في المدارس في البنايات اللي هي تابعة لرياض الأطفال ومدارس الابتدائية، لكون هي هذه البيئة المناسبة والبيئة المثالية لانتشار هكذا فيروس إلى قابلية قوية جدا بالعدو. ليش بهذا الوقت تحديدا؟ نعم، أكيد هنالك بعض الاستقصاءات الوبائية على الموضوع، وهنالك زيادة في أعداد الإصابات على مستوى العالم في مرض الحصبة. الحقيقة بالعراق بدأت في نهايات عام 2023 وظهرت بصورة جلية وواضحة مع بداية عام 2024،
ومن مراجعة من قبل اللجان العلمية في وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة هي الصحة العالمية واليونيسيف تم اتخاذ القرار لاستهداف الفئة الأكثر عرضة للإصابة والأكثر احتمالية نشر الفيروس لباقي فئات المجتمع. لذلك هذه استهدف الطلاب المدارس مثل ما ذكرنا لمحاولة كسر انتشار الفيروس وطرق العدوى وتقليل الإصابة ومنع ازدياد الحالات اللي يعني ممكن أن تزداد إذا ما قمنا بأي حملة وطنية شاملة مثل ما ممكن قمنا بها. ما ممكن الاستهانة بأي فيروس أو وباء، وخاصة إذا خطورته بين الأطفال والمدارس تعرف عندنا أعداد بالآلاف. دكتور، أكو شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي حتى في بعض القنوات الإعلامية أنه هذا اللقاح يمرض، مو أصلي، معدي بأمراض، ما أدري. يعني اليوم المواطن يتساءل لقاحكم من جيبوا مثلاً؟ من باب الشرجي صنعوا بالبيت داخل وزارة؟ يعني هو مو بس هذا اللقاح، الحقيقة احنا نتعرض إلى هجمات إعلامية بين فترة وفترة ولن تكون الأخيرة، هذه الحملة لن تكون الأخيرة، وأغلبها هي مغرضة لأغراض يعني لا تمت لواقع ومصلحة الشعب العراقي. الحقيقة ليس فقط لقاح الحصب المستخدم حاليا، لقاح الحصب المختلط المستخدم حاليا، كل لقاحات البرنامج الوطني للتحصين ومن بدايته لحد هذا اليوم وراح يستمر، لا يمكن إدخال لقاح غير معتمد من منظمة الصحة العالمية. والحقيقة منظمة الصحة العالمية لديها بروتوكول صارم في هذا الاتجاه، ولا يطلق أي لقاح إذا ما يعبر هذا البروتوكول من الفحوصات. هو هذا الأمر محتوم، كلها بروتوكولات عالمية متفق عليها. نعم. مفحوصة من قبل الصحة العالمية، من قبل حتى الصحة العراقية. زين، شون تطلق هذه الشائعات وليه؟ شون الغرض من عندها بهذا التوقيت، خاصة وإحنا نتعرض لوباء ربما يؤذي الكثير من أطفال ابتدائية وغيره؟ يعني ما أعرف، ممكن جهل بالموضوع، ممكن إساءة لبعض الشخصيات، يعني ما أتدخل بتفاصيل نوايا الأشخاص، ولكن المتتبع والشخص العراقي ذكي متتبع الكلام اللي صدر من أحد الشخصيات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أحد القنوات، أعتقد راح يستقي من عدة شنو القصد من الموضوع، لأن أخذ معلومة غير صحيحة وما لها أي وجود علمي، والحقيقة أثارت كثير من السخرية، لأن اللقاح يختلف تماما عن مسببات مرض الإيدز. لذلك الحقيقة تعرضنا لهذه الهجمات، وما أوعدك أنه راح ما نتعرض، ولكن فعلا في كل دول العالم يعتبر مسألة اللقاحات ومسألة الحماية من الأوبئة. نعم. اللي تسببها الفيروسات تأكيد. مسألة أمن وطني، لا يمكن تأكيد. التلاعب بها، ولا يمكن زج ناس غير معنيين بالموضوع وغير مهنيين وغير يعني من الوسط الطبي بهكذا تصريحات. من يروج لشائعات لا أساس لها من الصحة تضر بالمواطن، بسلامة المواطن بشكل عام، إذن يجب أن يحاسب حتى قانونيا. زين، أنت اليوم إذا عندك مشكلة مع شخص معين أو جهة معينة تطلق شائعة تعرف أنه الكثير من الناس، يعني ما نقول الكثير لكن البعض اللي مستواهم مثلا تفكيرهم يصدق، يقول هذا صحيح وراح يبتعد عن اللقاح وبالتالي راح يكون عرضة لخطر الإصابة. نعم، ولذلك حتى قانون العقوبات العراقي وقانون الصحة العامة يعاقب هكذا مروجين لهكذا إشاعات تضر بصحة الفرد والمجتمع وقد تؤدي إلى وفاة الناس، تصل العقوبات من سنة إلى 3 سنوات سجن إضافة إلى الغرامات. إذا تسمح لي دكتور، أخذ المتحدث باسم وزارة التربية الأستاذ كريم السيد عبر الهاتف. أستاذ كريم، مرحبا بحضرتك في حصاد الأيام. مساء الخير، تحياتي لحضراتكم ولمشاهديكم الأكارم. أهلا بحضرتك أستاذ كريم، كيف تقيمون هذه الحملة والتنسيق والتعاون بين الوزارتين لإنجاح وإنجاز هذه الحملة وصد الوباء المعرضين له؟ تفضل. ابتداء طبعا هذا هو ليس التعاون الأول مع وزارة الصحة أو مع بقية المؤسسات، بحكم أنه الصحة المدرسية هي جزء أساسي من
البنية التعليمية لوزارة التربية، ولدينا تواصل ولدينا مشاريع كثيرة نعمل عليها سويا. طبعا قبل هذه الحملة الكبرى كان هناك إطلاق لأسبوع الصحة المدرسية، تضمن رؤية جديدة لإدارة قصة الصحة بشكل عام، عبر طبعا تخصيص المنسق الصحي والربط بين المدرسة والمؤسسة الصحية، ليس لغرض فقط اللقاحات إنما لتشخيص الأمراض ولإجراء الفحوصات الدورية، ولأجل يعني تدارك ما يمكن تداركه على مستوى الصحة العامة لطلبتنا، لأنها جزء أساسي يتوقف عليه حتى مستوى التعليم، باعتبار أن الطالب باستعداده النفسي والمعنوي والصحي يجب أن يكون بأعلى مستوى ممكن. ولذلك هناك طبعا يعني جرت في مرحلة سابقة يعني كشف على الأسنان والبصر و يعني النمو وغيرها. هذه الحملة انطلقت قبل أيام وتستمر لمدة 10 أيام، تستهدف طبعا يعني مختلف المدارس في محافظاتنا، أكثر من 23,000 مدرسة ستكون إن شاء الله بانتظار الفرق الصحية، أكثر من 9,000 فريق صحي الآن منتشر يؤدي دورة بأخذ اللقاحات. طبعا احنا فيما يتعلق بوزارة التربية جانب التنسيقي و جانب تهيئة ما يمكن تهيئته للفرق الصحية، لكن على المستوى الفني تعرفون هذا شأن واختصاص وزارة الصحة، وبالتالي هي من لديها إدارة فنية للموضوع بشكل عام. الأمر طبعا يجري بالتعاون بين الوزارتين وبمعية كذلك مستشارية وزارة التربية، وأيضا طبعا في مكتب دولة رئيس الوزراء، وأيضا المنظمات الدولية يونيسيف. لذلك يعني هذه الحملة هي جزء من وعي على مستوى وزارة التربية ووزارة الصحة. نأمل بأن يعني يكون هذا العام انطلاقة للحالة الصحية والوعي الصحي بمدارسنا، لأننا نعتقد أن هناك الكثير ربما من الطلبة الذين قد لا يتلقون لقاحات ورعاية صحية واهتمام وتشخيص مبكر، باعتبار أنه بعض الأهالي يعني في مناطق بعيدة، هناك قرى، هناك ربما حتى في المدن أهالي مشغولين يعني، ولا وبالتالي يعني لا يتابعون القضية الصحية عن قرب. لذلك نأمل إن شاء الله أن تتحقق أغراض هذه الحملة وأن تتحقق أغراض هذه الرؤية بشكل عام، وتنعكس على مستوى صحة طلبتنا الأعزاء. نعم، المتحدث باسم وزارة التربية الأستاذ كريم السيد، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات والتفاصيل، شكرا جزيلا لك. دكتور، أعود لي جنابك، هذه الفرق المنتشرة حاليا في بغداد والمحافظات فقط داخل المدن، أم أنه وصلوا لمثلا المناطق النائية اللي تعرف هذه المناطق ربما تكون أيضا خطرة وتفتقر إلى بعض الرعاية الطبية؟ أكيد، مثل ما ذكر المتحدث وزارة الصحة أن هنالك أكثر من 23,000 مدرسة من شمال العراق إلى جنوبه، وهي منتشرة أكيد في كل القرى والأرياف ومراكز المدن، وكلها مستهدفة بزيارات. شو راح تقدرون تغطون 23,000 مركز؟ عندنا 9,258 فريق تلقيحي مكون من 3 عناصر، يوزع العمل على 10 أيام لزيارة هذه الرقعة الجغرافية. طبعا هنالك توزيع وهنالك خطة عمل، والخطة عمل تضمن زيارة كافة المؤسسات الصحية. طبعا وزارة الصحة طبعا والتعاون مع رأس الوزراء وفرت كل الاحتياجات اللوجستية من سيارات ولقاحات ومستلزمات أخرى للوصول وتغطية كافة الطلبة ضمن هذه المدارس ان شاء الله. دا اريد فد احصائيه للاعداد او نسبه للطلاب الذين تلقوا اللقاح حتى اليوم. طبعا الحمد لله انطلقت الحمله بالتحديد، هي انطلقت يوم الاحد يوم 14 مباشره ما بعد العيد 14 نيسان، وتستمر لمده 10 أيام عمل فعليه. الحمد لله النتائج وبفضل التعاون الكبير اللي حدث بين وزارتي الصحه والتربيه والتعاون ادارات المدارس الان اليوم اليوم نتائج اليوم الرابع حققنا 3,200,000 طالب تم تلقيحهم بالاربع ايام، واللي يمثلون 44% من الهدف اللي نتامل ان نصل له، اللي هو اكثر من
7,300,000 طفل. فان شاء الله ان شاء الله الامور ماشيه بالسياق الطبيعي وضمن التقديرات اللي رسمناها خلال تحضيراتنا لهذه الحمله. اذا نريد نرجع على موضوع اللقاح، شنو منشا اللقاح والجو حتى البعض ربما حتى يطمئن اكثر من الاهالي وبالتالي يتوجه لاعطاء اولادهم لقاح الحفاظ عليهم. نعم. بالنسبه للقاح هو حال هذا اللقاح بالذات مستخدم بالعراق من اكثر من 40 سنه. يعني انا ما جبته اليوم ولا هو احنا اعمارنا ملقحين به واللي بعدنا 40 سنه اكثر من 40 سنه اثبت نجاحه كان العراق من البلدان الاكثر توطنا بالحصبه. وما ادري اذا حضرتك تتذكر كانت الامهات من يقعدين بيناتهم ابنك حصب لو بعده، وكانما انه الحصبه لابد منها. صح. مثل ما الطفل لازم يمشي لازم تطلع اسنانه لازم يصاب بالحصبه، وهذا في شيء معتقد خاطئ. بينما هو الحصبه حاله حال بقيه الـ 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 الامراض اللي تمنع بواسطه اللقاح. الحمد لله من بدا برنامج التحصين بشكل رسمي عام 1985 بدات تتناقص الاعداد وبدات تاتي موجات وبائيه متفاوته بعيده، يعني صارت فترات بعيده كل 7-8 سنوات تحدث عندنا موجه وبائيه. والحمد لله العراق بفضل هذا اللقاح المستخدم مثل ما ذكرنا سلفا من عشرات السنين الحمد لله بدات الموجات الوبائيه تتناقص وتتباعد، وان شاء الله نحن في الطريق الى السيطره على هذا المرض نهائيا ان شاء الله. شنو خطوره عدم علاج مثلا الحصبه؟ من الممكن ان تصل بعض الحالات الى مرحله خطره؟ طبعا هو فيروس الحصبه من الفيروسات شديده العدوى اللي ممكن الشخص الواحد ينقل العدوى الى 10 وكل واحد ينقل الى 10، فاكو متواليه كبيره جدا في هذا المجال. اكو خطوره عاليه في عدم علاج الحالات، لان هنالك مضاعفات كبيره للفيروس قد تصل لا سمح الله الى الوفاه، وهنالك نسبه اماته تصل الى 20 واكثر من 20% في بعض الدول. نعم. وللامانه الواقي الامثل والحامل الاكبر والمانع الاكبر لحدوث هذه المضاعفات هو اللقاح. لذلك الوفيات اللي سجلت في بدايه عام 2024 لاطفال دون التسعة اشهر وهم غير ملقحين للاسف، لان لم يصلوا الى مرحله اخذ اللقاح. لذلك احنا استباقيا بدنا نعمل في سبيل كسر سلسله نقل العدوى وقطعها وايقاف هذه الحالات. هذه الثقافه والتوعيه كلش مهمه، موضوع اللقاح ضروريه جدا. نعم. اذا مدير البرنامج الوطني للتحصين في وزاره الصحه الدكتور فراس الموسى، ويشكرك جزيلا الشكر على هذه المتابعه. شكرا جزيلا لحضرتك. إذن مشاهدين نروح وياكم حتى نشوف أبرز الآراء المطروحة في منصة إكس حول حادثة اغتيال بلوغر في أربيل في ظل صمت إعلامي مطبق. Thank you.
إذن ختام الحصاد بموجز الأخبار. انطلاق أعمال الدورة الثامنة لملتقى السليمانية الدولي بحضور كبار الشخصيات السياسية والحكومية. وزير الداخلية يؤكد أن العراق يشهد تراجعاً كبيراً بمعدل الجرائم الجنائية والتهديدات الإرهابية والنزاعات العشائرية. وزير التجارة يعلن خروج العراق من قائمة الدول الأكثر تضخماً بأسعار المواد الغذائية. وزارة الزراعة تعلن اتخاذ جميع الإجراءات لتسليم الحنطة المسوقة وتسديد تخصيصات الفلاحين. النزاهة تعلن صدور حكم بالحبس 3 سنوات لمسؤول بمديرية شهداء الكرخ لاقترافه جريمة الكسب غير المشروع. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء.